يوسف، ايه المعلومات اللي انت عارفها للدكتور قالي عليها؟ المعلومات يا ستي ان يوسف تعبان شويه، والتعب بتاعه ملوش علاج في المستشفى. طب علاجك فين واحنا نروح له؟ حتى لو بره نسافر. علاجي اني افضل جنبك ونقعد في القصر على كنبه نوار بقى الشيخ خديجه هنا. اللي فيك قولي. هو نوار باشا مات في سني تقريبا، مش كده؟ انت ايه اللي تعبك؟ انا عيان بالسعاده اللي ما كملتش خديجه هاني. السعاده لما ما بتكملش بتبقى جوه الجسم عله. بعد الشر عليك ابي عمري وانت تفرح. ما انا فرحان معاك يا هو. شفت اسكندريه حلوه ازاي خديجه هنا؟ معقوله ما خرجناش سوا قبل كده وحرمنا نفسنا من اللحظات الحلوه دي؟ قولي نفسك فيه وانا اعمله لك. يا نفسي ارجع من السفر التاني واشوف الفرحه في عينيك، والدنيا لسه فيها وقت، ونادره بتلعب بيانو وانا اجري عليها وابوس ايديها. يا تقدر ترجع اليوم ده تاني خديجه هلم؟ اعمل اي حاجه تفرحك، اي حاجه حبيبي. وقف يا اسا. ليه؟ انزل اتمشى انا وانت شويه، ده يوم تاريخي. أنا بعدك. شايفة المسرح ده يا خديجة هاني؟ آه يا يوسف. تيجي نتفرج؟ ما ينفعش وما ينصحش الهواني من اللي زيي يدخلوا الأماكن دي. أنا عارف. تعرف ان جوه المسرح ده علي بحر والبساطي واصداف بيعملوا اللي نفسهم فيه؟ هما دول اللي انت كتبت لهم مسرحيه السجان؟ ايوه. ما تزعليش بقى، دي يمكن الحاجه الوحيده اللي كان نفسي فيها واتعملت، بس برضه ما حصلتش زي ما انا عايز. البساطي سماها طز. اسم السوقي قوي. لا ما هو انا اسمي مش عليها، ما تخافيش. بس عارفه ان العنوان ده تقريبا بيلخص حياه يوسف بيت نوار. طز. طز فيهم هم. حياه يوسف بيت نوار مش مسرحيه. طز في اي حاجه تزعلك يا خديجه هاني، حتى لو كان يوسف نفسه. مفيش أغلى من خديجة هاني. أنت أغلى من أي حد. أنا عملت كل ده كان غرضي منه إنك تفرح. أنا ما عنديش غيرك أنت. كل الحب أنت يا يوسف. لو ينفع أديلك الباقي من عمري تعيش بيه بس تفرح. أنا فرحان. ما تخافيش أنا كويس. أجوزك نادرة. لا 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 لا، الخروج بيخلي خديجة هاني تفكر في حاجات ثورية جدا. عشان كده ما كنتش بتخرجي يا خديجة هاني. أنا عارف. صوفيا هانم. إحسان باشا بيترجى حضرتك إنه يشوفك ضروري.
اتفضلي حضرتك. مفيش هنا غير انا وانت وربنا، وانا ديكي شايفه حالي. قولي لي الحقيقه فين وريحيني. ابنك يا حسين، بس ما تخافش، البساطي بيحبه وروحه فيه، وكده احسن له واحسن لك، يعني كده بنحميه. لو مراتك وبناتك عرفوا عنه مش هيسيبوه في حاله. اطمن، ولو علي يعني مسامحك، وسمير هيبقى في امان. قبل وجهك كريم وانت مطمن. مش محتاج دلوقتي يا خديجة هانم غير ورقة وقلم، وافضل اكتب لحد ايه؟ لحد ما ازهق وانام وارتاح. حاضر، هجيب لك ورق وقلم، كل اللي انت عايزه يا حبيبي. ومش هكتب تاني عن السجان، خلاص. اكتب عن اللي يعجبك، كل اللي يريحك تعمله. ثانية واحدة. هجيب لك من تحت. التي كلما ذكرتها أتنفس وأشعر أني حي.
يوسف. بنفسك بنفسك يا خديجة هانم. تكتب فين يا حبيبي؟ هنا كده زي ما انت في السرير؟ لا انا كويس، عايزين انام في السرير من دلوقتي ليه؟ لسه شوية. انا عايز اكتب على المكتب يا امي. هلا مهلا. أكتب الآن خطاباً أعرف أن أحداً لن يقرأه. أكتب إلى نفسي، إلى يوسف نوار الذي قدر له الله أن يحيا سنوات محددة قضاها بين الإسكندرية ولندن، والإسكندرية مرة أخرى عبر البحر ثم عاد. هكذا يمكن أن ألخص حياتي، عبرت البحر وعدت مرة أخرى لأغرق فيما لا أريد. يوسف نوار الذي أحبته أمه خديجة هانم فحرمته ممن يحب، وأحب نادرة بنت زكريا فحرم منها. بدأت الحكاية قبل سنوات في هذا القصر، حينما كانت أصابعها تعزف على البيانو، وأنا أعود من الغربة على وجه فتاة تصلح أن تكون لي وطن. أعرف أنه لم يعد بيننا خطابات يا يوسف بي، لكنني تعلمت عندكم الكتابة، وتعلمت أن الكتابة تريحني وتجعلني أشعر أنني ما زلت موجودة ولم تمتد لي يد الموت. ربما كنت تعيسة الحظ في جزء كبير من حياتي، ربما كان الأفضل لي أن لا أتعلم وأن لا أعيش في القصر، القصر الذي أتذكره الآن كأنه الجنة، جنة عشت فيها فترة ثم طردت منها. الجنة يا يوسف ليس لأنه قصر فخر، لكنه الجنة لأنني وجدت فيه الحب. وجدتك. كنتش متوقع أن حضرتك هتيجي النهاردة. إلا النهاردة. النهاردة يوم تاريخي. محكمة! بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق، وبعد مراجعة التواريخ والشواهد والأدلة التاريخية والمعمارية، حكمت المحكمة بأن تؤول ملكية القصر
إلى السيد يوسف محمد يوسف نوار، وذلك لأنه الوريث الوحيد لذلك القصر، ولأن القصر لم يدخل في حيازة وزارة الآثار بعد لعدم مرور الفترة الزمنية الكافية. مبروك يا يوسف، كده تقدر تجهز للفرح. الله يبارك فيك. توفيق إن شاء الله. مبروك القصر. الله يبارك فيك. عقبال حلم يوسف لما يتحقق. حلم يوسف؟ زي ما ربنا حقق حلم سيدنا يوسف يحقق حلم يوسف حبيبي. الحلم اللي انت حكيت لي عليه. ياه، لسه فاكرة؟ أنا بصدق الأحلام أكتر من أي حاجة. يا بختك. وأول طريق الحلم ده إن احنا نتجوز بسرعة. ما هو موضوع نتجوز ده محتاج شوية وقت. لا مش محتاج. ازاي يعني؟ مش في بيت هيتجهز وفي فرح؟ في تفاصيل يا سلمى. انا اول ما جيت وخطبتك صممت ان الموضوع ده يحصل بسرعه. لازم سلمى هانم تسكن القصر زي خديجه هانم ونادره هانم بالظبط. ماشي بس بالعقل. الخميس الجاي يا يوسف. انت عايز هدى هانم تقتلني؟ تقتلك تقتلني مش مهم، احنا بمشيئه الرحمن هنتجوز في القصر ده بعد اسبوع. انت مجنونه. عاجبك ولا مش عاجبك؟ خلاص اتجوزي، انا مش هحضر. ليه يا ماما؟ انا بنتي ما تتجوزش بالطريقه دي. هتتجوزيه فين وامتى وفرحك هتعمل فين؟ وايه العبط ده؟ هتجوز في القصر يا ماما والاسبوع الجاي ان شاء الله، وانا مش محتاجه غير الفستان ورضاكي. فستان الفرح امره سهل، تقدري تعمليه او تشتريه، وان شاء الله حتى تتجوزي بالجينز، انت حره. لكن رضايا لا يا سلمى. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لما يوسف يسأل عليا قولي له رحت القاهرة هشوف دكتور خواجه هناك وراجع بكرة. ولا يا فرح، مش صح برضه يا ولا نساله على يوسف بيه؟ قال لا ده اديله فتره غايب عننا. الراجل بينا وبينه عيش وملح ومرسحيات وكونياك وحب يا ولا. وجيران كمان. عندك حق والله، نعتبر برضك جيران. يلا تعالى معايا يا ولا، تعالى معايا دلوقتي. وراك حاجه؟ لا لا خالص. طيب يلا. عرفت ان البساط يطلق اصداف؟ عادي، ما تاخدش في بالك يا فرح، احنا حياتنا دي ولا زي ما تكون ما تصدقش قوي. واني السبب؟ انت السبب ازاي يعني؟ بيقول انه شافها بتميل ناحيتي وهي بترقص فغار عليها اما طلقها. الله العظيم، ده البوساطي ده حكاية والله. انا الوحيد اللي فاهمه، ملهاش حجة المرة دي تخش الدماغ. بس حلوة يا وديع، هو عارف لما هيقول لها حاجة زي كده هتقوله طلقني. رقاصة وصايع والاتنين فاهمين لغة بعض، وحشروك وسطيهم انت يا غلبان. معلش يا فرح يا حبيبي، بكرة تتودك. ايوه. هو انت تعرف اصداف من زمان قوي يا سعالي؟ يعني نعرفوها من ايام ما كنت علي بحيره. ايوه نعرفوها من زمان، من قبل ما الموج يعلى والعمر يتسرق. مسكينه اصداف، يا ما شافت كان سترها البساطي والله. بس اصداف ما تستحملش تفضل تحت طوراجي، يعني بقول لك كلنا غلابه يا حبيبي، كلنا غلابه يا فرح. انت هتيجي تساله معايا على الراجل ولا هترغي وتتعبني معايا؟ لا حاجه معاك. تتعبني معاك؟ لا حاجه معاك. يلا بينا. يو استنى ولا. يلا
برضو لا، البنات ما تحطش الصينية كده، وقلت لك 100 مرة ما تمشيش حافية. يوه يما، الكلام ده ما ينفعش هني. ينفع هني وفي كل مكان، البت لازم تبقى حاجة راقية في مشيتها، وما ينفعش صوتها يبقى عالي كده. الكلام ده في القصر وفي كل حتة. مين؟ 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 ما تقول مين؟ خديجة هانم. ازيك يا نادرة؟ دي طلعت صح؟ حضرتك صاحبة القصر اللي علمت أمي؟ مين الحلوة دي؟ دي أختي سنيورة وأنا زهيري، شرفتنا يا هانم. بنتك؟ أيوة يا هانم. أنا محتاجة لك. تفضلي تفضلي، البيت مش قد المقام، تفضلي ارتاحي. أيوه على الأيام، القصر ده ولا فرح أني دخلته زمان. بجد؟ زمان إمتى يا سعلي؟ وأني أصغر من كده، دخلت واني سكران. كانت ليلة شتا، مطر ورعد، وكان معايا البساطي. أصيل يا بحر، أنا قلت نسيتني. ما نقدروش يا يوسف بيه. ده أنت عشرة سهر ومرسح ومزيكا، ولاد الأصول في القلب يا بيه. فكر خير يا علي. ازيك يا فرح؟ الحمد لله يا يوسف بيه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تفضلوا تفضلوا. اتفضل يا يوسف بيه، اتفضل. انت وحشني والله. وانت كمان. ايه اخبار المسرح والبساطي واصداف؟ طلقها. مين طلق مين؟ البساطي طلق اصداف. هما كانوا متجوزين؟ يخيبك يا فرح، يوسف بيه ما يعرفش التفاصيل دي. تفضلوا. شكرا. وايه يا يوسف بيه؟ غايب عننا ليه؟ تعبان شوية يا علي، بس الحمد لله لما شفتكم رقت. خير يا بيه؟ ألف سلامة عليك، مالك فيك ايه؟ سيبك مني أنا، احكي لي عن المسرح يا علي، بتعملوا ايه وبتغنوا ايه؟ قول لي بس الأول، إحنا هنا على راحتنا ولا خديجة هانم هتنزل تطردنا؟ على راحتنا. طب تمام، أدم على راحتنا يبقى يمسك. امسك وسيبك من كلام الدكاترة يا دكتور، دول كلهم كدابين. لا مش هقدر يعني، مش هقدر. على راحتك. سمعت محمد أبو هبة يوسف بيه؟ آه صوته جميل، سمعت له اسطوانتين تلاتة. حافظ له حاجة يا فرح؟ سمعت له حاجة كده، إنما إيه؟ ورا العقل. مالك يا يوسف بيه؟ أنت بخير؟ طمني. طمني يا علي، الحمد لله. غني يا فرح، الغنى بيطيب. رب أكون حافظها، ما أن هونت. أيوة. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعند ويايا، خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعند ويايا، ولو داريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا، أنا زرني طيفك في منامي قبل ما أحبك،
طمعني بالوصل وسبني وانا مشغول بك انا مشغول بك. شفت البيت يا يوسف بيه؟ جميل، صوتك حلو قوي يا فرح. ربنا يخليك يا يوسف بيه. ايه روحي عوقت ليه؟ مش عارف اني منستنوك. نعمله ايه؟ علي بحر ما بيرضاش يسيبني خالص. معاه حق، مين اللي يقدر يسيبك؟ مين يسيب الفرح؟ يعني لو عليا كنت نقولك من بدري. ما نتحرموش من دخلتك عليا يا حبيبي. تفتكري لو عرفوا يا أصداف يتفلقوا؟ ايه؟ جوزي على سنة الله ورسوله. ايوه صح، بس علي هو اللي مربيني وسحب فضل عليا. نعم، يعني انت محتاج الاذن من علي؟ لا، بس على الاقل ياخد خبر. يا حبيبي محدش كبير عليك ولا عليا، انما لو عاوز تقول له قول له، فيهاش حاجه يعني، هو ملوش حاجه عندك. طب والبساطي؟ ماله البساطي؟ احنا في الشغل كل يوم وشنا في وش بعض. يا حبيبي البساطي طول ما المرسح شغال وبيدخل له قراض مبسوط، وهو ليه عندنا؟ الناس بتيجي علشان احنا الفرقة يا فرح، الناس بتيجي علشاني وعلشان صوتك الحلو. تحبي صوتي؟ انا بنموت فيك كلك على بعضك. يغنولك؟ انا عارفة انك مش هتقولي لا. جايتك يا هانم عرسنا من فوق، وطلباتك اوامر، بس كيف؟ مش عشان خاطري، عشان خاطر يوسف. قول نادرة. البنات وابوي يجوا معاكي. شفت اخرتها يا بحر؟ لسه مستنيين. أصداف اتجوزت فرح. ايه؟ انت بتضحك؟ يا جدع بطل ضحك. يا جدع عيب عليك. ايه اللي بيضحك؟ عيب عليا انا؟ عيب عليك انت يا ودي على ما تكون مستعجل. أصداف جدع وعملت الصح. اللي ولا فرح شاب حلو وصوته حلو وعنده مستقبل، وهي نفسها خضرة وعايزة تعيش وتنبسط، وهو كمان محتاج حنان الأم وأصداف دلوعة. مفيش حد فيهم غلط يا وديع. اللي بيضحك إنك مستغرب. يعني إيه ما نستغربوش؟ أنت بالذات يا وديع ما تستغربش. عارف ليه؟ علشان أنت عملت الأعجب من كده. وإيه اللي عملت أعجب؟ خليني ساكت يا وديع، خليني ساكت احسن، عشان الكلام لما بيصدق بيجرح. لا، اني نعذر اسمع. ما بلاش. قول يا بحر، احنا مش صغيرين. انت اتجوزت أصداف يا وديع وانت ما بتحبهاش عشان خاطر الفلوس. في الدنيا اغرب من كده؟ اه في كلامك. حب ايه يا بحر اللي ضيعت عمرك وراه؟ انا كل خوفي ان الولا فرح يخليها تسيب الفرقه ويعملوا مرسح لوحدهم، ولا يحسوا حلو وهي لسه فيها الرمق، واني نخسره. لكن تضرب كف بكف وتقول لي حب ومستغرب لماني غريب. انت تبقى ايه يا بحر؟ قاعد لا عيل ولا تيل ولا فلوس، قلبك متشعلق ببت سعداء شفتها مره هو ده العقل؟